قاعد ببيتي، وصلت ابني على الروضة ورجعت على البيت، ما في ربع ساعة 10 دقايق طلعت صوت الضربة، نزلت على الحاروين ضربة على الروضة، جينا على الروضة نفوت مسكرين الباب إني حتى ما حد يقول ولد يفوت ويطلع، نزلنا من فوق الحيط وشفنا هالمنظر هذا المنظر، شوفت عينكم كله أطفال أشلاء، أطفال أكبر طفل عمره 5 سنوات وبينات ابني يعني كمان ابني معي، شيء منظر مرعب منظر مرعب، يعني لحد وين يعني الأطفال أطفال شيء يعني كمان والله شيء بيجنن، كفار يعني أكثر من الكفرة، مو كفار أكثر من الكفرة، الكفار ما بيسووها، الكافر ما بيسويها هاي، بتقي الله كافر، بس هذول شو الدين تبعي، شو الدين الدياني تبعي، ما الدين الأدياني. إذا بدك بحكي إمام هاي هذا ابني كمان كان معه كمان كان بحكي.